عسلامة، مرحبا بكم في ايزي تونيزيان عربيك. موضوع اليوم على العرس، باش نمشيو نسألوا العباد نشوفوا كيفاش يحتفلوا بالعرس، شنو التقاليد، شنو الحاجات اللي تصير في العرس. ابرا نشوفوا مع بعضنا، ليتس جو. باهي، كان نجم نسألك معرس انت ولا؟ معرس. باهي، شنو الحاجات اللي تعجبك في العرس؟ برشا برشا ستابيليتي في اون كوبل، معش لي زوبجيكتيف كي سون اتان ا دو، برشا حاجات. كان نجم نسألك شنو الحاجات اللي تعجبك في العرس؟ حد شيء. عليه حد شيء؟ تنكشي مش وقته، لازم برشا حاجات باش معناها باش نعرسوا، معناها اني والشخص معناها. ان شاء الله ربي يكتر. حتى شيء ما يعجبني في العرس الحق بتعرف. شيء ما يعجبك؟ شيء ما يعجبني، مانيش مغروم بالعرس، معناها تحسوا معناها فيه حاجات نيجاتيف اكثر من فيه حاجات بوزيتيف. شنو اللي يعجبك في العرس؟ انت والعبد اللي تستحقه في حياتك، الاستقرار، الفرحه، الراحه النفسيه. وانتي؟ سنجل. باهي، شنو الحاجة اللي تعجبك في العرس بصفة عامة؟ العرس ما جربش بصفة. حسب رأيك هيك عمل الاكسبيريونس تاع صاحبك هيك. العرس ركشة فوالا. كيف هي ركشة؟ إذا تعرف مع شكون تتعامل حياتك، ني بليس ني مور فوالا، ما تطيش روحك معنا بوخت كيوك. هاو كان نجم نسألك، كنت بعرسة ولا؟ قريب شنعرس. باهي، ان شاء الله ربي يفرحك. عايشك. باهي، كان نجم نسألك شنو الحاجة اللي تعجبك في العرس؟ خاطر لقيت الانسان اللي نحبه. شنو نستقر مع بعضنا وكا. شنو الحاجة اللي تعجبك في العرس؟ كي الناس الكل. كيفاش ترى؟ باهي العرس. كيفاش باهي؟ واحد يرتاح، يستقر ويرتاح. ملي تولد يخمم كيف العرس. فمش حاجة تعجبك في العرس؟ ممكن كبدوا متفاهمين هكا و فاك الريليشن ماشية صحيحة. ممكن الصغار أكثر حاجة، ممكن الصغار تصور. وشنو الحاجة الخايبة في العرس؟ الحاجة الخايبة كما نتفاهموش بس كيك. شنو آخر؟ حاجة أخرى نبدأ ما عندوش فلوس. كاو. شنو الحاجات الصعاب في العرس؟ ريسبونسابيلتي، كيفاش توزي ياخذوا على بعضهم، يعني كي دو فوالا دو كاركتير ديفيرون، كيفاش واحد ياخذ طبيعه الاخر. حاجات الخايبه، انت ما اخترتش العبد الباهي ديكو ما تبش تكون مرتاح. الخنق، الربطه، فوالا، وين كنت، وين ماشي، شبيك ما هزتني، شبيك ما وردتني، شبيك كنت فازيت كمانك صحي. هذا هو. شنو أخي بحاجة؟ هذيك هي كي يبدأوا الزوز ما يجيبوش الصغار، هذيك أخي بحاجة سيرتيك يبدأش مش متفاهمية. قد فما مثلاً عبيد تعرف تك وفي سيعرس وما تحسوا مزروبين، بعدين ممكن يجيبوا الصغار ولا يطلعوا ما يتفاهموش ولا انا متزوج باجنبيه، فهمتني، في تونس صدقني ما عندي حتى خبيت زوج نساء اجنبيات. فهمتك، فماش حاجات صعاب؟ صافا الحمد لله، مهما يكون صافا معنا عايشين مستورين لاباس الحمد لله صافا. وشنو الحاجات الخايبه في العرس؟ الخايبه كيبدا ما فماش لا احترام لا قدر لا حتى شيء، مش متفاهمين ما يكملوش حتى كان يحبوا بعضهم. باهي، وشنو الحاجات الصعاب في العرس؟ حاجات الصعاب في العرس؟ العرس مو مربوط برشا حوايج، الخدمة والفلوس وهذيك، مادام توفر الخدمة والفلوس تجب تعرس. شنو التقاليد اللي تحبهم يصيروا ولا اللي يصيروا في العرسات اللي تعرفوهم؟ العشاء. اي اهم حاجه العشاء. هاي اللحظه صعبه. طيب تدور ها
حنا والعرس معنا وكل حكايتك ومين معنا يا متلعسة فزيت هذوكم يعني حبوا نعرف وإحنا العرس كيفاش يصير للأجانب معنا نجم تفسر لنا عرسك كيفاش حكينا على العرس هي عملت خطريني من بلاد واخذ رجل من سوسة دونك مش كيف كيف ماني عن رجل نفس عادات دونك تفهمنا على حاجات دونك ما عملناهم عملنا لوطية انتم تدخلوا لهنا ما احنا خلوا حنا حنة العروسة كتبت ازداق المرواح السابع عن بعد تقاليدنا ما نعرفش تقاليدنا احنا نتاع تونس فهمتي عرس 3 ايام و3 ليالي فوالا ولا 7 ايام و7 ليالي كل واحد كيفاش يعمل نسينو عرس نورمال كي ولا عرس باش شنو يصير في 3 ايام و7 ايام في 3 ايام يا سيدي الليله الاولى الحنه نتاع الراجل والليله الثانيه الحنه نتاع المراه والليله الثالثه هي المرواح هذا عندنا احنا فهمتك اي فوالا مي ثم شكون يعمل 7 ايام و7 ليالي هذيك حاجه اخرى فهمتني الحنة متاع الراجل سهرية مزيانة رمو فهمتني سهرية متاع الرجال فوالا فهمتك ايه وانتي كان نجم لسك عرسك كيفاش تعاد سبع ايام ولا ثلاثة ايام ولا نهار كامل نهار واحد نهار بارك نهار يا اخوي انا حبيت نبدل شوية السيستيم خاطر راها حكاية زايدة فوالا فهمتك ليلة فوالا تعمل فيها كل شيء ليلة مزيانة تعمل فيها سهرية مزيانة وكذا. ما هي وشنو التقاليد لازمهم يصيروا في العرس بالنسبة لعائلتك؟ العائلة وين نمشي عرس بيكون عنده دار بس بيكون يخدم حسين ترجع دور ترجع الفلوس تقاليد الحنة والحمام والحرقوس والكاليس كيفاش عرسك تحب يكون معنا؟ أنا نحب عشوية بكتوت لفامي هاي؟ بعد سهرية لبخوش كهب خوش لزنتيب معنا فهمتك هذا في نهار برك ايه. في نهار برك تحب مش أربع أيام لا 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 بتدخل نزيد نهار خاطر الفامي والعادة التقاليد تحبوا ليلة متاع حنة وطية تقاليد العربي تلبس لبس عربي وكسوة فازيت أوكي خاطر أمي نعملها فهمتك بغلا فامي عملي أيني نهار كهب طبعاً نحب كيفاش نحب نكون أكثر ما فما سامبليسيتي أكثر ما فما حاجات سامبل معناه لا جوست في ميزون دوت في سباس فير معناه ما نحبش حاجة تقليدية عرس وحنة وحنة صغيرة وحنة كبيرة وهكا ما نحبهم بشكل عام حنتي الحنة الساحلية بالحضرة الساحلية وحنتو كما يحب هو معناه نعرس على حفلته كيفاش بيه نهار حنة اللي هو نهار حنة ليا أني العرس هذاك حاجة تبيع مفيد عائلتي تفرح و... معنى شنو الحاجة التقاليد اللي تحبهم يصير حبوا على البحر يعني أصلا أي كاو مش في صالة كاو بتاع فاميليا معنى ما نحبوش بتاع زازة وبرشا حاجات معنى فهمتك هما نورمال التقاليد كيفاش يصيروا كانت نجم تعرفها كانت نجم تحكي لنا كان عندك فكرة عليهم برشا فلوس أي لازم فرقة وكفازة هذوكم وعائلة من الشرق للغرب لازم أجي وكهو كهو وشطيح وشطيح لازم وشطيح لازم وشطيح كل حد المنتاليتي متاع نورمال فمش كون يقول لك نمشي بالعادات والتقاليد وجيب 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 فمش كون يقول لك لاني حاسي بالإنسان هذاك معناتها نمشي سيرتو احنا متفاهمين لك فرحة العمر برجولية رو إحساسة يعني ما حسيتش بيها ما رو حاجة مش نورمال عسلامة ومرحبا بكم مرة أخرى كما شفتوا التوانسة كيفاش يحتفلوا بالعرس انتم زيدا عملونا كومنتير وقولونا كيفاش تحتفلوا بالعرس في بلادكم بسلامة ونشوفكم مرة أخرى باي باي.